بعد غلاء لحوم المواشي في الأسواق العراقية، تشهد أسعار الأسماك في ديالى أيضاً ارتفاعاً غير مسبوق. سعر الكيلوغرام من لحوم الأسماك قفز إلى 10,000 دينار وأكثر بعدما كان بنحو 6,000، فيما يعزو التجار ارتفاع الأسعار إلى هدم بحيرات الأسماك جراء الجفاف في الفترات الماضية، فضلاً عن منع الصيد حالياً بفعل موسم التكاثر الذي يمتد من منتصف آذار حتى منتصف حزيران. إذا نجيبها إحنا بتسعة، تسعة وربع، تسعة ومية، نبيعها بعشرة نوبات تسعة ونص، نحصل ب 750 نوبات 500 نوبات 800 دينار. بس تعرف أنت هسه إحنا هنا بشهر الخامس السادس، السمك قل، السمك من يقل يصعد، عاد على الموسم التاسع الثامن يلا عاد ينزل، ابدا عاد موسمه، والعالم تقول يا ابا ايش دعوه ايش دعوه، عم احنا شلنا ذنبنا. غلاء لحوم الاسماك في اسواق ديالى خفض الاقبال على شرائها بنسبه 50%، وخاصه من ذوي الدخل المحدود، فيما قلل كثير من عشاق المزقوف تناول الوجبة المفضلة لديهم إلى مرة أو مرتين في الشهر، بعدما كانت لا تفارق موائدهم بشكل أسبوعي. يعني بالدعش وبالطعش منها بعشرة يأثر على المواطن، خاصة اليد العاملة. يعني بالله احنا عندنا رواتب ومدبرين أمورنا، بس الله يسعد يشتغل على رجليه. تجاوز عدد بحيرات وأحواض تربية الأسماك التي ردمت في ديالى منذ العام الماضي أكثر من 200 بحيرة، ما قلص حجم الثروة السمكية في المحافظة بنحو 80%، فيما يستورد التجار معظم الأسماك في الأسواق من محافظات مختلفة أبرزها كركوك ومدن الجنوب. علي العنبقي يو تي في ديالى.